يا باشا الشباب الصغير اللي عنده 14 و15 و16 سنة بيركب البحر عشان يهرب، يروح على ليبيا ولا يروح على إيطاليا ولا اليونان عشان يدور على عيشة كويسة، يقول لك وماله كويس، ما هم كتار خليهم يخفوا شوية. كل عيب في البلد وكل فشل ليه سبب، بس مش الباشا. الباشا قاعد ومصدق انه عظيم ومصدق انه كبير ومصدق انه ما ولدتهوش ولادة وانه حكيم فيلسوف. ففهمناها سليمان هو شايف نفسه كده. قالها نجيب محفوظ من عشرات السنوات: ما الحيلة؟ أمامنا رجل يدعي الزعامة وفي يده مسدس. جملة بتلخص حاجات كتير قوي في مصر. قدامنا واحد بيحكم لبس البلد كلها في حيطة وبيدعي الزعامة، ولو حد قال له كفاية هياخد طلقة في دماغه ويسكت. قدامنا ضابط شرطة فارد هيبته على الناس تحت تهديد السلاح وبياخد إتاوة من اللي رايح واللي جاي، وإيه الحيلة؟ أمامنا رجل يدعي الزعامة وفي يده مسدس. قدامنا نظام بيفرض شروطه على الانتخابات وبيزورها عيني عينك، وبيدعي إنه جاي بأمر إلهي بيحكم 105 مليون إنسان شايفين الحياة كئيبة معاه، ولسه فاكر إنه جاي عشان يبنيها. لكن ما الحيلة؟ أمامنا رجل يدعي الزعامة وفي يده مسدس. قدامنا بلطجي بحكم القانون والمحكمة، خرج بكفالة النهاردة بيطلب من اللي قويه وعمل له قيمة إنه يترشح ومصر بيه أحلى. سافركم سان طيبين. أحب أقول إن احنا نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده العظيمة والتضحية في 2013 وحماية الوطن، وربنا يوفقك بإذن الله سيادة الرئيس ومصر كلها في ظهر سعادتك، وبإذن الله مدة رئاسية جديدة على خير بإذن الله، وإحنا نبايع السيد الرئيس وربنا يوفقك رئيس وبإذن الله في تقدم وإنجاز أكتر بإذن الله بوجود سعادتك معنا. نجيب محفوظ كان بيخاطب بكلامه الحاكم العسكري اللي عايز في مصر فساد ونصب ومحسوبية، ولسه شايف نفسه قدها وقدود. 10 سنين بحالهم ما كفهمش السرقة في مصر، 10 سنين ولسه ما شبعوش، وحضرتك في الآخر اللي هتشيل الليلة وولادك اللي هيشيلوا الديون، ويمكن يلوموا حضرتك إزاي ما عملتش حاجة وانت شايف البلد بترجع 100 خطوة لورا، وفي ظل إن الدول المحيطة بينا بتنمو وحياتها بيتخطط لها بشكل إيجابي، وإحنا النهاردة عايشين اليوم بيومه ومحدش عارف بكرة فيه إيه. ربنا يحفظ مصر ويخلصها من الكابوس اللي كاتم على نفسها، ونشوف فرجه قريب.